احتج أقارب المحتجزين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معربين عن إحباطهم إزاء عدم إحراز حكومته تقدما في إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز مع استمرار الحرب في غزة. وقالت مجموعة تمثل عائلات المحتجزين إنهم توسلوا لمدة 105 أيام ويطالبون الآن الحكومة بإظهار القيادة واتخاذ خطوات جريئة لإطلاق سراح المحتجزين. سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة جراء العدوان عليها. وأشار كاتب المقال جاسون بورك إلى أن أعداد الضحايا من المرضى في قطاع غزة بسبب انهيار المنظومة الطبية تتزايد على نحو مخيف، وأن هناك عشرات الآلاف من ذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة لا يتلقون العلاج منذ عدة أشهر، وهو ما يمثل تهديدا لحياتهم. خليها عشان قلبي.